السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دفعة تانية ثانوي لسنة 2023، كل سنة وحضراتكم طيبين ويا رب تكونوا في أحسن صحة وفي أحسن حال. النهاردة بقى هننزل لحضراتكم أول فيديو للحل الواجب، عشان في ناس كتير قالت لي يا مستر بلاش كل أسبوعين، خليها كل أسبوع تنزل لنا الفيديو عشان أول بأول كده نخلص الحاجات اللي ورانا. وتلبية لرغبات حضراتكم إن شاء الله هنزل لكم فيديو الواجب بإذن الله تعالى كل أسبوع على مدار الترم، عشان لو في أي حاجة واقفة معاك تشوفها قبل الكويز وتقدر إن أنت تستوعب أي حاجة واقفة معاك مبقاش فيها أي مشكلة ان شاء الله باذن الله. النهارده هنتكلم مع بعض في اول واجب معانا، والواجب بتاع chapter 1 اللي كان بيتكلم عن الاتوميك ستراكشر والثيوريز اللي العلماء عملوها لحد ما وصلنا بقى لعم راذرفورد والتجربه بتاعته والقصه والحدوته. وتعالى نشوف مع بعض الاسئله اللي كانت مضايقاكم ونحل مع بعض الاسئله بتاعت الواجب. يلا بينا نبدا مع بعض اول واجب في chapter 1 الترم الاولاني. يلا بينا نبدا مع بعض حل الواجب الاول ان شاء الله باذن الله لسنه 2023 للصف الثاني الثانوي. النهارده هنحل مع بعض اسئله assignment 1 واسايمنت 2 في chapter 1. وطبعا كل الناس دايما بيبقى مشكلتها في اسئله التشوز، هو الاجابه دي اخترتها ليه او اللي انا اخترتها كانت غلط ليه وهكذا. ولكن بقيه الاسئله الاساسيه كده كده الموديل انسر موضح فيها الاجابات، فبالتالي الموضوع مش هيبقى فيه مشكله قوي. ولكن ازمتك دايما هو في التشوز، انت اخترت دي ليه وما اخترتش دي ليه. فتعالى كده نقرا مع بعض الاسئله واحده واحده ونترجمها واحده واحده ونشوف ان شاء الله الاجابات الصح هي اتجاوبت ليه والحاجات اللي انت كنت فاكرها صح دي تعتبر غلط ليه. يلا بينا نبدا مع بعض assignment 1. في الملزمة بتاعتك chapter 1 هو الاتوميك ستراكشر، ساعتك هتلاقي المصادر بتاعة الاسئلة اللي احنا جايبين منها الاسئلة اللي انت ساعتك بتحلها عشان تبقى دايما عارف انت بتحل منين. وبعدين هتلاقي محيك بعض الادعية استخدمها اثناء المذاكرة هتساعدك كتير جدا. نبدأ مع بعض بقى بassignment 1 وهو الواجب اللي كان على lesson 1، وهو كان بيتكلم عن العلماء اللي اكتشفوا الاتوم وعرفوا ازاي شكل الاتوم. أول سؤال بيقول لحضرتك from the characteristics of cathode rays، من مميزات الكاثودري rays that it a positively charged، أكيد لأ. not affected by the magnetic field، أكيد لأ. hasn't the properties of matter، لأ هي عندها properties of matter عادي جدا. has a thermal effect، فعلا هي عندها thermal effect لأنها سخنت الأنبوبة لما مشيت جوه. 2 جايجر and mean performed Rutherford experiment، طبعا جايجر and Mersden ده كان المساعد بتاع Rutherford. نيجي بعد كده للسؤال رقم 3، بيقول حضرتك electron don't fall inside the nucleus due to A، هي الالكترون ما وقعتش جوه النيوكليوس ليه؟ طبعا كل الناس عارفه ان كان في اتوم بالمنظر ده، جواها نيوكليوس بالمنظر ده positively charged، حواليها نيجاتيف الكترونز بالمنظر ده. المفروض ان في اتراكشن بتشد الالكترون الى النيوكليوس، وكان في نفس الوقت gravitational force الناحيه الثانيه قدها وعكسها، وبالتالي الالكترون لا كان بيطلع لفوق ولا كان بينزل لتحت، وكان بيفضل واقف في مكانه بيلف حوالين النيوكليوس. فهو ما وقعش جوه النيوكليوس ليه؟ نتيجه الويك اتراكشن فورس بين الالكترون نيوكليوس، لا هي مش ضعيفه ولا حاجه. presence of centrifugal force، هو فعلا كان في centrifugal force، ولكن السبب اللي خلاها ما تنجذبش النيوكليوس وما تقعش جوه النيوكليوس ان الاتراكشن فورس اوف نيوكليوس ايكوال centrifugal force، الاثنين كانوا يوازوا بعض وبالتالي الالكترون فضل واقف في مكان. 4 in all time it thought that iron can be converted into gold according to mean point of view، مين اللي قال ان الماتيريال ممكن نحولها لماتيريال تانية مع اختلاف النسب؟ طبعا هو ده كان الفيلسوف اللي بيسموه ارسطو لما قال ان اي حاجه بتتكون من ووتر واير وفاير ودست، وبالتالي تقدر تحول اي ماتيريال لماتيريال تانية. 5 the cathode ray tube should be discharged to very low pressure too، هو لازم الكاثود رايز نقلل البريشر فيها قوي، نقلل البريشر فيها قوي عشان يسمح اصلا بحركه الالكترونز جوه الكاثود رايز وجوه التيوب عشان تبتدي توصل حاجه الكهرباء. فكنا بنقلل البريشر قوي عشان تقدر ان هي الجاز يوصل الكهرباء. 6 الفا بارتيكل ديفييت يعني بعدت in the opposite direction of cathode rays deviation when they are exposed to A، بيقول حياتك الالفا بارتيكل ديفييت بعدت in the opposite direction عن الكاثود رايز ديفييشن، يعني طبعا الالفا بارتيكل كانت هي طبعا بوزيتيف اما الكاثود رايز كانت نيجاتيف. فبيقول لك الاثنين دول لو اتعرضوا لايه كل واحد فيهم يديفييت في منطقه مختلفه، طبعا مليون في المية هيتعرضوا لماجنتيك فيلد، فلما يتعرضوا لماجنتيك فيلد او الكتريك فيلد لو مثلا الكتريك سبارك او الالكتريك اللي الناس بتستخدمه لكهربة البني ادمين، ده بيعمل نفس شغل الماجنت بالظبط. فبالتالي سواء يتعرض لماجنتيك فيلد او يتعرض الى الكتريك فيلد هيبتدي ان هو ينحرف لفوق او لتحت نتيجة البوستيف او النيجاتيف ماجنتيك فيلد او الالكتريك فيلد اللي هو هيتعرض ليه. فبالتالي الاجابة الصح هتبقى الاجابة B، هي الاجابة الصحيحة في السؤال رقم 6. 7 mean is used to detect the invisible alpha particles، اللي كنا بنستخدمه عشان يدتكت ال invisible alpha particle هو كان الزنك سلفايد، وطبعا ما تنساش ان الرمز بتاعه كان الزد ان اس.
8 راذرفورد ريزمبلز اتوميك ستراكشر باي ايه؟ راذرفورد شبه الاتوميك ستراكشر بتاعته بالسولار سيستم، اكيد لان في شمس في النص بيلف حواليها كواكب، ففي نيوكليس في النص بيلف حواليها الالكترونز. 9 The mass of the atom is concentrated in A. الوزن بتاع الاتوم منحصر ومتركز فين؟ متركز في النيوكليس، لان النيوكليس هي الحاجه الصلبه الوحيده والالكترونز بالنسبه لها حاجه تافهه جدا. 10 The first scientist who defined the element. اول واحد عرف الاليمنت هو طبعا كان بويل، وقال ان الاليمنت ده simplest pure substance، فاول واحد عرف الاليمنت هو كان بويل. نيجي بعد كده لسؤال 11 All matter are composed for four component water, air, dust and fire with different ratios idea belongs to. طبعا اللي قال الكلام ده كان ارسطو، هو اللي قال ان الماتيريا بتتكون من اربع حاجات مع اختلاف الراتيو. 12 The strong evidence الدليل القوي that proved that the cathode rays exist in all matter. ايه الحاجة اللي اثبتت ان الكاثود رايز موجودة في كل الماتر؟ ان الكاثود رايز ما كانتش بتتغير، سواء لو ساعات غيرت الجاز او غيرت الماتر، كانت بتطلع مع كل الجاز ومع كل الماتر. فبالتالي الحاجة اللي اثبتت ان هم موجودين في كل الماتر ان هم have thermal effect، لا. flow in a straight line، لا. consist of fine particle، لا. because they have the same properties and behavior whatever the gas used or the material of cathode used. 13 الكاثود رايز كونسيست اوف بارتيكل كول. طبعا الكاثود رايز بتتكون من حاجات صغيره جدا، نيجاتيف هي كانت الالكترونز اكيد. 14 which of the following considered a correct application for one of the postulate of دالتون. مين في دول يعتبر تطبيق صحيح على كلام دالتون؟ وتعالى كده ندردش مع بعض واحده واحده. The atom of a sample of iron are not necessarily similar. لا، دالتون قال الاتوم بتاعت نفس ال substance يعتبر similar. Hydrogen substance contained of is formed of a very minute particle called ions. لا، الراجل ما جابش سيرة الايونز. Water is formed from hydrogen oxygen element in a constant weight ratio. طبعا قال ان ال compounds بتتكون in a constant ratio. يعني ايه constant ratio؟ يعني say ال water طول عمرها هتبقى H2O، يعني 2 هيدروجين مع 1 اكسجين. عمرك شفت water يعني H3O؟ مستحيلة يعني. فبالتالي دايما الوتر هتبقى H2O، دي الريشيو الثابتة اللي ما بينهم. أما دي بقى هو ما قالش إنه ممكن يتكون different compounds ما بين نفس الأتومز، فبالتالي لازم ساعتها تختار C مش دي، نتيجة إن هو قال موضوع الـ constant ratios. 15 In absence of external magnetic field or electric field around the tube of the cathode ray, the rays are A. لو ما فيش external magnetic field أو electric field around the tube، يعني إيه؟ خلي بالك بس بيقولك external magnetic and electric field، أو التيوب إيه؟ وصل لها الكهرباء وكل حاجة، وأنا ما جبتش ماجنت حطيته هنا، خلاص؟ الماجنت اللي أنت بتحطه كان بيعمل ديفريشن للريز سواء لفوق أو سواء لتحت. طب سعادتك لو ما جبتش ماجنت، ساعتها الكاثود ريز هتمشي in a straight line عادي جدا، فبالتالي سعادتك هتستخدم انه الكاثود رايز هتموف ان ستريت لاين بطريقه بسيطه جدا جدا، لان هي مش هتنحرف للفوق ولا لتحت نتيجه عدم وجود الماجنت. نيجي بعد كده لسؤال 16 during the experiment of during experiments Rutherford observed that Rutherford لاحظ ايه؟ اولا Rutherford لاحظ ان النيوكليوس was responsible for the scattering of alpha particles. هو لاحظ ان النيوكليوس هي اللي فرقت الالفا particles. The most part of the atom would be hollow. فعلا لاحظ ان معظم الاتوم فيها فراغ. The total positive charge and most of the masses allocated and center of the atom. فعلا لا، ان معظم الوزن متراكم في نص الاتوم نتيجه ان هو متراكم جوه النيوكليوس، فبالتالي all the previous are correct. 17 من ارخم الاسئله اللي الناس كتير سالت فيها which of the following is not deflected، يعني مش هتتاثر ومش هتنحرف by the effect of charged plates. يعني ايه charged plates؟ يعني زي ما يكون كان عندك قطعتين من المعدن، زي مثلا واحده بوزيتيف واحده نيجاتيف، ايه اللي يعدي ما بين القطعتين دول وما يحصلوش انحرافات لا ناحيه اليمين ولا ناحيه الشمال ولا attraction ولا repulsion؟ عشان ما يحصلوش انحرافات لازم تبقى حاجه نيوترال تعدي في النص وما يجراهاش اي حاجه. فاي اتوم هي نيوترال، فعشان كده كان لازم تختار هيدروجين اتوم او ايرن اتوم او اي اتوم ان كانت. انها بقى الكاثود رايز تشارجد ما تنفعش، الفا بارتيكل تشارجد ما تنفعش، البروتونز كمان تشارجد ما تنفعش، فبالتالي نختار الهيدروجين اتوم نتيجه ان هي نيوترال تعدي بدون اي انحرافات. سؤال 18 بيقول لحضرتك the scientist Joseph Proust found in 1806 that a given chemical compound always contain its component in a fixed ratio. تمام؟ He called that belief that the law of definite proportion. What is the atomic theory which explains the law of definite proportional simply? مين اللي قال ان الكومباوند دايما هيتكون من اتومز with a constant ratio؟ طبعا ده كان نفس الكلام اللي قاله دالتون بالظبط. نيجي بعد كده لسؤال 19 بيقول حضرتك which of the following is among the conclusion of Rutherford experiment. مين من الحاجات الاتيه استنتجها Rutherford من التجربه بتاعته؟ تعال نشوف كده الاجابات. Electron revolve around the nucleus. لا بصراحة Rutherford ما اكتشفش ان في electron بتلف in definite orbitals around the nucleus. The mass and the positive charge of the atom are concentrated in its center. فعلا هو الراجل اكتشف الحاجة دي من النظرية بتاعته، اما الحاجات الباقية كلها ما تنفعش.
20 بيقول لك when a beam of alpha particle collide with a very thin gold foil as represented in the figure, the final direction of the most of this particle is ايه؟ بيقول لك لو الالفا بارتيكل هتمشي كده وتعدي من خلال الجولد فويل، معظم الالفا بارتيكل في النهايه هتمشي في انهي دايركشن؟ هم معظمهم مشيوا في الطريق بتاعهم عادي جدا. لو تفتكر لما قلت لك ان في 80% عدوا بطريقه سريعه جدا وعدوا بدون اي اعتراضات من اي حاجه، فبالتالي معظمهم في النهايه هيروحوا ناحيه ايه؟ نتيجه ان معظم الاتوم كانت فاضيه. 21 بيقول لحضرتك in the experiment which is illustrated in the opposite figure what is the postulate، يعني ايه التصريحات which cannot be deduced from this experiment، ايه الحاجات اللي ما استنتجوهاش من التجربه دي؟ طبعا دي تجربه راذرفورد بالزنك سلفايد وبالجولد والكلام ده كله. تعال نشوف اتوم از نوت سوليد، لا هو عارف ان الاتوم فعلا نوت سوليد، هو بيقول لك حاجه ما استنتجهاش من التجربه. The atom contain a positively charged port، لا هو استنتج الاتوم positively charged port. The possibility of the presence of electron in the electron cloud which surrounds the nucleus، بصراحة بقى الراجل ما جابش سيرة حاجة اسمها electron cloud وعرفنا ده أصلا في الحصة اللي بعدها، وبالتالي دي الحاجة اللي ما قالهاش راذرفورد أساسا. 22 zinc sulfide was used in Rutherford experiment because، هو الراجل استخدم الزنك سلفايد ليه؟ عشان كان بينور لما الألفا بتخبط فيه، فبالتالي لازم تختار الإجابة C it glow when alpha particle hit it، إنما A و B ما ينفعوش تماما. glowing gold atom hit it، مفيش حاجة اسمها إن الجولد بتخبط فيها أصلا، الجولد ما بتتحركش من مكانها، هي الألفا هي اللي بتمشي بتتحرك من مكانها. 23 the indivisibility of an atom was first suggested by A. indivisibility يعني الاتوم دي حاجه ما بتتجزأش، هي اتقال ان الاتوم دي ما بتتجزأش. مين اول واحد قال الكلام ده؟ هو كان دالتون مليون في الميه، دالتون هو اللي قال ان الاتوم دي حاجه ما تتجزأش نهائي وهي حاجه صلبه جدا جدا وما ينفعش اي اختيار من الاختيارات التانيه اللي قدام حضرتك. نيجي بعد كده ل 24 بيقول لحضرتك scattering of alpha particle is due to the presence of a A. التفرق اللي حصل للالفا particle كان نتيجة وجود A، كان نتيجة وجود النيوكليوس، هي النيوكليوس دي اللي كانت صلبة وقدرت ان هي تفرق الالفا particle، وعشان كده نختار الاجابة دي هي الاجابة الصحيحة. 25 the electrons A negatively charged species يعني particles ايوه revolve around the nucleus ايوه neutral لا، فبالتالي A and B are correct. 26 the A is the simplest pure substance، طبعا الـ simplest pure substance اللي عرفها بويل هي كانت تعريف الـ element. 27 بيقول لك مين rejected the concept of atom، مين اللي رفض فكرة الاتوم؟ طبعا أول واحد رفض فكرة الاتوم هو كان أرسطو، نتيجة إن مفيش حاجة اسمها اتوم وأي material بتتكون من أربع حاجات أساسية الـ water والـ air والـ fire والـ dust. 28 the scientist that defined the atom as a solid dense sphere، إنها حاجة صلبة جدا وتعتبر كورة صلبة، هو كان مين؟ طبعا كان تومسون مليون في المية، هو اللي قال إن هي solid dense sphere، وده أول واحد قال على الأتوم هذه المعلومة. ففي 28 الإجابة تبقى إيه؟ 29 the concept of atom as the smallest unit was agreed by مين؟ طيب مين اللي وافق إن الأتوم هي أصغر حاجة؟ ديموكريتس وأرسطو؟ لا أرسطو لا، بويل وأرسطو لا، ديموكريت ودالتون. اعتقد بقى ديموكريت ودالتون هما الاثنين اللي اتفقوا ان فعلا الاتوم هي اصغر حاجه موجوده. 30 ذا ايزوتوب، طبعا الايزوتوب دي حاجه خدتوها قبل كده، اوف ذا سيم اليمنت ار سيميلر ان ذا اتوميك نمبر اند ديفر ان ذا ماس نمبر، بيقول لك ان الايزوتوب دي معناها ان الاتوم ليها كذا وزن مختلف. This fact differ with the postulate of the atomic theory of mean، الكلام ده يتعارض مع كلام مين؟ طبعا يتعارض مع كلام دالتون، لان دالتون قال ان الاتوم بتاعت نفس الاليمنت او تعتبر ايدنتيكال، فبالتالي ان انت تقول ان الاتوم ممكن يكون ليها كذا وزن مختلف فدي حاجه تتعارض مع كلام دالتون مليون في الميه، وعلى فكره الايزوتوبس اكتشفوها بعد دالتون. 31 in an atom there is an attraction force between proton and the electron ولا نيوترون والكترون وبروتون ونيوترون ولا all the above، طبعا هي ما بين البروتون والالكترون، وخلي بالك ان البروتون دي اصلا جوه النيوكليوس، فكاني بقول لك هي ما بين النيوكليوس والالكترونز، فبالتالي ساعات تختار الاجابه ايه هي الاجابه الصحيحه. 32 راذرفورد اكسبيرمنت انفولفد ذات، في تجربة راذرفورد اكتشفنا ايه او عرفنا ايه؟ passing of most of alpha particle through the gold foil، فعلا معظمهم عدوا من gold foil. scattering of a few alpha particle at a very large angle، في فعلا alpha particle بعدت على زوايا بعيدة جدا نتيجة ال repulsion اللي حصل. deflection of some alpha particles back in the direction where they had come، فعلا في alpha particle رجعت للمكان الأساسي، فبالتالي all the previous are correct. 33 the nucleus of an atom is positively charged due to the presence of A، هي الأتوم عادة بتبقى positive نتيجة وجود إيه؟ نتيجة وجود positively charged neutrons ولا positively charged protons ولا negatively charged electrons؟ لا طبعا هي الأتوم النيوكليوس فيها بتبقى positive،
نتيجة إنه في positively charged protons جواها. وطبعا قدام شوية هنتكلم أكتر عن موضوع البروتونز اللي أنتوا already عارفينه من قبل كده. كده خلصنا أسئلة الـ choose. عندك كده بقى أسئلة الـ true والfalse، كلها أسئلة عبيطة جدا، وعندك الـ scientific term برضو كانت أسئلة عبيطة. بعدين هنا يمكن ده سؤال برضو ناس كتير كانت سائلة فيه، يقول لك what can you conclude from each of the following؟ تقدر تستنتج ايه؟ يعني هوريك تحل واحد ازاي والباقيين كلهم طبعا متجاوبين فيه الموديل انسر. رقم واحد بيقول لك the nature and properties of cathode rays don't change on changing the cathode material or the gas used in discharge tube. بيقول لك تستنتج من ده ايه؟ ان الكاثود رايز ما اتغيرتش سواء ساعتها غيرت الكاثود ماتيريال او غيرت الجاز. ده معناه ان الكاثود رايز بتطلع مع كل الماتيريالز بنتيجه وجود الالكترونز في كل الماتيريالز. فده اللي انت استنتجته وتكتبه طبعا بطريقه، الباقيين بقى يتحلوا بنفس الطريقه على طول. بعدين عندك سؤال ده تشويسز، ساعتك هتوصل بس ما بين كل عالم عمل ايه في الحاجات اللي قدام حضرتك. بعدين كان اخر سؤال معانا هو بيقولوا حياتك explains observation، فسر لنا الحاجه اللي شافها بور دي كانت نتيجه ايه. راذرفورد اسف، دي كانت نتيجه ايه؟ الاوبزرفيشن اللي شافه راذرفورد كانت نتيجه ايه؟ اولا most of atom is an empty space، هو ايه اللي خلاه يعرف ان الاتوم معظمها فاضي؟ ان معظم الالفا بارتيكل عدت، ف most of alpha particle penetrate الجولد فويل من غير ما يحصل لها اي حاجه، فبالتالي طالما معظمهم عدوا ده معناه ان معظم الاتوم تعتبر فاضيه. تاني واحدة مثلا قال لك there is a very dense tiny particle is called nucleus، ايه اللي خلاه يعرف ان في nucleus؟ ان في alpha particle خبطت ورجعت في ال backward direction، فعرف ان هنا ان في اكيد حاجة ناشفة اسمها ال nucleus. اما بالنسبة ل C the charge of the dense part of the atom in which most of its mass is concentrated should have a positive charge، عرف منين ان الحاجة اللي في نص الاتوم دي تعتبر positive؟ نتيجة ال repulsion اللي حصل ما بينها وما بين ال nucleus، فبالتالي نتيجة ال repulsion اللي حصل ال alpha كان positive فاكيد ال nucleus كمان positive، وعشان كده حصل ما بينهم ال repulsion. ودي كانت مجموعة الأسئلة اللي موجودة في chapter 1 lesson 1، وطبعا موجود البي دي اف عند حضرتك في الجوجل درايف، تقدر ترجع ليه الإجابات التفصيلية اللي مكتوبة سواء في الاساي questions او سواء كانت في ال choices. نيجي بعد كده لأسايمنت 2. فأسايمنت 2 بقى أول سؤال بيقول لحضرتك on heating gases or vapors under reduced pressure to high temperature Za، لما تسخن الجاز يعني أنت بتعذبها، أو لما تعذب الجاز الإلكترون بينط ويرجع ويبتدي يطلع invisible radiation اللي هي line spectrum. اتنين when gases are exposed to low pressure and high temperature، يعني برضه معناها إن أنا بعذبها، ال colored line appear which are known as، معروفة اللاينز اللي بتطلع باسم line spectrum. تلاتة بعد كده بيقول لحضرتك بقى ان السبكترا لاين فور element كان obtained باي اول ذيس ميثودز اكسبت اللاين سبكترا ممكن يطلع من اي اتوم عند حضرتك من حاجات الاتيه ما عدا اولا لو بوتنشال ديفرنس، يعني كهرباء قليله وهاي بريشر، لا انا لو زودت البريشر ما بيحصلش حاجه، كان لازم اعلي الكهرباء. electric arc يعني اكهربه، electric spark يعني برضه اكهربه، طبعا B و C ينفعوا انما A ما تنفعش تماما، دي حاجه ما تطلعش لحضرتك خالص اي لاين سبيكترم. اربعه بيقول حضرتك the line spectrum of sun rays indicate that they mainly consist of A، طبعا لما حللنا الاشعه بتاعت الشمس والسبكترم لاين بتاعت الشمس، ودي معلومه يمكن زياده ومعلومه من بنك المعرفه هي مش في كتاب مدرسه خالص، حللنا الاشعه بتاعت الشمس واكتشفنا ساعتها بقى ان هي بتتكون من حاجتين اساسيتين وهم الهيدروجين والهيليوم، وانا كاتب لك النوت دي في ملزمه الشرح تقدر تبص عليه. خمسه بيقول لك when electron lose a quantum it will transfer to A، لما بيلوز الكوانتم بيفقد الكوانتم ده معناه انه هيرجع مش هيطلع، فبالتالي هيترانسفير تو هاير انرجي ليفل مستحيل، next energy level مستحيل، energy level before it ولا energy level that agree with the lost quantum، لا هو هيرجع للenergy level اللي متوافقه مع الكوانتم اللي هو فقدها، فعلى حسب كميه الكوانتم اللي هو بيفقدها على حسب الليفل اللي هو يقدر يرجع ليه، اللي هو ما بيرجعش لاي ليفل وما بيطلعش لاي ليفل الا عن طريق كميه الطاقه اللي هو خدها. بعد كده نيجي لسؤال 6 when an electron transfer from energy level near to the nucleus to a further one، لما الكترون يتحرك من energy level قريب من النيوكليوس هنا مثلا لانرجي ليفل ابعد شويه، ده معناه انه عمل ايه؟ معناه انه عمل جين كوانتم نتيجه ان هو خد انرجي فابتدى ينط الليفل اعلى. سبعه the difference اللي هي الجابس between two any two successive energy level بيحصل لها ايه؟ increase as we go far from the nucleus، الاجابه لا، decrease as we go far from the nucleus، فعلا هي المسافات بتقل كل ما ابعد عن النيوكليوس. ثمانيه the energy required to transfer an electron from the first energy level to the second energy level عشان تحوله من الليفل الاول للليفل الثاني is A that the energy needed to transfer it from the second energy level to the third energy level، هي علاقتها ايه بكميه الطاقه اللي انت محتاجها عشان تنط الالكترون من الانرجي ليفل الثاني للثالث؟ بص لو ده النيوكليوس وادي اول انرجي ليفل
ودي تاني انرجي ليفل، ودي مثلا تالت انرجي ليفل. فانت عشان تحرك الالكترون من الليفل الاول للتاني محتاج الطاقة دي كلها. انما عشان تحرك نفس الالكترون ده بقى من الليفل التاني للتالت، فانت محتاج الطاقة الصغنطوطة توتا دي. فلو افترضنا ان دي اسمها اكس ودي اسمها واي، فانت اكيد هتلاقي كمية اكس اكبر من كمية واي، فعشان كده لازم نختار ان هي مور ذان، يبقى الطاقة اللي محتاجها من الليفل الاول للتاني اكبر من الطاقة اللي محتاجها من التاني للتالت. 9، يقول لحضرتك all of the following assumptions، افتراضات are from Bohr atomic model except، كل الحاجات الاتيه اقترحها بور ما عدا حاجه. نيوكليس بوزيتيف، فعلا بور اتاكد ان نيوكليس بوزيتيف ما فيش مشكله خالص. الكترون انرجي، الكترونز انرجي انكريز فار فروم ذا نيوكليس، فعلا الالكترون الانرجي بتاعته بتزيد كل ما يبعد عن النيوكليس. بوزيشن اند سبيد اوف الكترون كان نوت بي ديتيرمند اكيوريتلي ات سيم تايم، لا هو قال ان سبيد واللوكيشن اقدر احددهم في نفس الوقت، ولكن ده حقيقي ما كانش ينفع، فبالتالي دي الحاجة الوحيدة اللي تعتبر خاطئة وتعتبر ان هي ما افترضهاش بور، لان هو قال ممكن، وبالتالي الاجابة بتقول ان هو مش ممكن يقيس الاثنين في نفس الوقت. 10، الـ uncertain principle was found by، طبعا الـ uncertain principle ده اتعمل عن طريق هايزنبرج لما قال it's impossible to measure the speed و allocation. 11، بيقول لحضرتك when electron absorb a quantum of energy it a، لما بيمتص طاقة او لما بياخد طاقة ايه اللي بيحصل؟ transfer to all higher energy level؟ لا طبعا، هو transfer to the higher energy level corresponding to the absorbed quantum. اه هو بيطلع الـ energy level طبقا للكوانتم اللي هو خدها، المطابقة للكوانتم، خد كوانتم كبير يطلع لمسافة كبيرة، خد كوانتم صغير يطلع لمسافة صغيرة. 12، بيقول لك in an atom there is an attraction force between، في attraction ما بين البروتون والالكترون، نيوترون والالكترون، بروتون ونيوترون، ولا all the above؟ طبعا هو في attraction ما بين البروتون والالكترونز، وبالتالي حضرتك تختار الإجابة إيه. 13، when an electron transfer from a higher energy level to a lower one، من a higher energy level ل energy level أقل بيحصل إيه؟ absorption spectrum ولا emission spectrum؟ لا هو emission spectrum، بيطلع spectrum، بيطلع لون وبيطلع ضوء بالنسبة لك. 14، according to the modern atomic theory، طبقا لكلام علماء المودرن، إيه الحاجة اللي من دول تبقى منطقية بالنسبة لك؟ الـ electron cannot be found in the same place at two successive time، لا هم ما قالوش كده. Electron need to absorb energy photon continuously to move to higher، لازم ياخد energy على طول عشان يقدر يطلع لليفلز اعلى، برضه ما قالش كده. The charge of electron is كذا، برضه ما عجبوش صفة التشارج. It's impossible to determine both the speed and the location A وال velocity at the same time، هما فعلا قالوا it's impossible طبقا لكلام طبعا هايزنبرج. 15، بيقول لحضرتك when the electron in sodium atom is excited to the energy level 5، لا بالراحة بقى عليا، بص الصوديوم اصلا Na11، فلو وزعتها هيبقى 2 8 1. هو الراجل بقى بيكلمك على الالكترون اللي في الاخر ده، الالكترون ده هو اللي يقدر ياخد انرجي وينط بقى، فساعتها بيقول حياتك لو ده نط للليفل الخامس، لو الالكترون ده نط للليفل الايه الخامس، ساعتها ايه اللي هيحصل؟ بالراحه كده بيقول لك هينط الليفل الخامس وبعدين remain in the energy level 5، الاجابه لا، return to the energy level n equal 3 in one jump، يرجع للانرجي ليفل n equal 3 in one jump. اعتقد هي دي تبقى اصح اجابه عند حضرتك، نظرا ان هو كان موجود في الليفل الثالث وبعدين طلع للليفل فجاه الخامس، صح كده؟ وبناء عليه طالما طلع من الثالث للخامس يبقى ساعتها يرجع برضو من الخامس للثالث in a one jump عادي جدا، فبالتالي نختار الاجابه بي، هي الاجابه الصحيحه. معلش الاجابه دي كانت مجاوبه غلط في المودل انسر، فساعدتك بس عدلها في البي دي اف. 16، wave mechanical theory of the atom based on A، تعال نشوف بقى الويف ميكانيكال ثيوري اللي هي الكلام اللي قاله شرودنجر كان معتمد على ايه، بالراحه كده واحده واحده. based on شرودنجر wave equation only، ما مش شرودنجر بس، هو كان الكلام كله معمول على علماء المودرن كلهم. represents the today accepted model of the atom only، لا برضه مش دي بس حاجه لوحدها. defined all the allowed energy level for electron only، بصراحة هي all the previous are correct، نتيجة ان هم عملوا فعلا كل الحاجات الاتية، الويف ميكانيكال ثيوري عملوا كل حاجة، وهنعرف بقى قدام شوية ان هم قالوا ان الانرجي ليفلز دي بقى جواها حاجات تانية وكلام تاني وتفاصيل اكتر، فبالتالي قول لك كل الاجابات تعتبر اجابات صحيحة. 17، بور موديل كونسبت كود اكسبلين سكسسفلي ذا سبيكتروم اوف ايه، طبعا هو قدر يفسر الوان الهيدروجين فقط لا غير، فبالتالي سعادتك تختار الاجابة دي. نيجي بعد كده بقى معانا سؤال 18، بيقول لك the isotopes of the same element are similar in the atomic number and different in mass numbers، this fact differs from the postulate of mean، حلينا واحد زيه بالظبط قبل كده وهو اخترنا فيه دالتون لانه تعارض مع كلام دالتون على موضوع الايزوتوب. 19،
Which of the following cases represent the transfer of an excited electron to its ground state؟ يعني مين الالكترون اللي كان موجود في الاكسايتد ستيت ورجع لمكانه الجراوند ستيت الاصلي اللي كان فيه؟ معلش السؤال ده عايزكم تاجلوه شويه نتيجه ان احنا هناخد تفاصيل اكتر عنه الحصه اللي جايه، تفهموا بقى ايه موضوع الاس والبي والحاجات اللي مكتوبه في السؤال ده، فبالتالي معلش هتاجل السؤال ده شويه للحصه اللي جايه عشان تقدر تبقى فهمت فيه كل حاجه. بعد كده سؤال رقم 20، according to Bohr atomic model as we go far from the nucleus، كل ما بنبعد عن النيوكليوس ايه اللي بيحصل؟ طبعا الجابس كانت بتقل والانرجي كانت بتزيد، فسعادتك بالتالي في السؤال ده اختار الاجابه ايه هي الاجابه الصحيحه. 21 بيقول لك the photon which is emitted from the electron of hydrogen atom when it transferred from 4D to 2S، يعني من الليفل الرابع للليفل الثاني، وهتفهم ايه موضوع الدي والاس ده قدام شويه. in form of A بتظهر في صورة إيه؟ طالما راجع الليفل التاني دايما هيظهر visible ray مليون في المية، فعشان كده ساعات تختار الإجابة C. 22 the concept of the atom as the smallest unit of a matter is agreed by mean، إن الأتوم هي أصغر حاجة موجودة، طبعا ده على الدرس اللي قبله عشان يفكرك بالمعلومات اللي أنت خدتها، طبعا كان يتفق مع كلام ديموكريتس ودالتون. 23 line spectrum differs from an atom to another atom، ليه الالوان كانت بتختلف من اتوم لاتوم؟ نتيجه ان كل اتوم عندها الاتوميك نمبر بتاعها وعندها عدد الالكترونز بتاعتها اللي بتتنطط من مكان لمكان اخر، وبالتالي وارد الالوان تختلف. تعال نشوف بقى الاجابات. The difference of the number of neutrons ملهاش علاقه، different in mass number ملوش علاقه الوزن، different in the electronic configuration of atom، طبعا اختلاف توزيع الالكترون بتاع الاتوم يخلي الالكترون موجود في الليفل الاول او الثاني او الثالث على حسب توزيعته، وبالتالي لما يتنطط يطلع لون مختلف عن اللي قبليه. 24 بور اتوميك موديل didn't agree with مين، الكلام بتاع بور ما اتفقش مع مين؟ ما اتفقش مع هايزنبرج، لان بور قال مليون في المية it's possible to measure the speed or location، هايزنبرج قال it's impossible. 25 Rutherford experiment involved A passing of most of alpha particle through the gold foil، ولا scattering a few of alpha particle at a very large angle، ولا deflection of some alpha particle back in the direction from which they had come. فبالتالي راذرفورد استنتج كل الحاجات دي نتيجة ان دي الحاجات كلها اللي حصلت في التجربة بتاعت راذرفورد، وعشان كده في سؤال 25 حضرتك تختار الاجابة دي. وبقول لك تاني ان انا بفكرك ببعض الحاجات اللي انت خدتها في الحصة اللي فاتت عشان تفضل فاكر المنهج معاك طول السنة. 26 The actual path of the last electron in sodium atom cannot be practically determined. The previous statement is application of A. بيقول لك ان الالكترون الاخير في الصوديوم ما اقدرش احدد مكانه بالظبط. الكلام ده يتفق مع كلام مين؟ يتفق مع كلام طبعا الانسرتي برنسبل بتاع هايزنبرج، هو اللي قال ان ما اقدرش احدد المكان بالظبط فين، وبعد كده طبعا جه شرودنجر وقال ان في بقى الكترون كلاود نقدر نلاقي فيها الالكترون في مكان ما حوالين النيوكليوس، ولكن طبعا انت ما تقدرش تحدد مكان الالكترون ده، يتفق مع كلام هايزنبرج مليون في المية. 27 بيقول حضرتك ان ذا هيدروجين اتوم وين ان اكسايتد الكترون ريتيرن فروم ذا فورس انرجي ليفل تو ذا سكند انرجي ليفل، الليفل الرابع للليفل الثاني، طلع ويف لينث 486. طبعا الويف لينث 486 كانت تمثل اللون الاخضر بالنسبه لحضرتك، فبالتالي تختار الاجابه بي. 28 Why the absorption of spectrum of hydrogen contains spectral line؟ ليه الspectrum بتاعت الهيدروجين فيها spectral lines أو فيها ألوان مختلفة؟ تعال نشوف كده مع بعض واحدة واحدة. Because there are certain energy level in which the electron is allowed to be present، فعلا نتيجة إن الإلكترون بيقدر يتنطط ما بين energy levels وبعضها، وبالتالي قدر يطلع ألوان. 29 بيقول لك what happened to the spaces between energy levels on moving from n equal 1 ل n equal 7، لما تتحرك من الليفل الاول للليفل السابع السبيسز او الجابس بيحصل لها ايه؟ طبعا الجابس كانت بتقل كل ما ال n بتزيد، كل ما رقم الليفل يزيد كل ما كان الجابس اكيد هتقل مع حضرتك، وبالتالي في سؤال 29 سعادتك تختار الاجابه الصحيحه وهي الاجابه A ان الجابس بتقل كل ما زود الفاليو بتاعه ال n، وهي الإجابة إيه؟ هي الإجابة الصحيحة. نيجي بعد كده لسؤال 30 بيقول حضرتك The opposite figure illustrate some travel of the electron of a hydrogen atom between the different energy level. Which of these lines represent a spectral line of hydrogen atom؟ مين من الحاجات الآتية تمثل ال spectral line of hydrogen؟ طبعا اللي كانت visible بالنسبة لهم هي الإجابة كانت C، دي اللي كانت visible وحلناها مع بعض في الحصة بتاعت الشرح. 31 بيقول لك when an electron jump from the first energy level، نط من الليفل الاول للليفل الثاني، it will gain quantum x، while if an electron jump from the fourth energy level to the fifth energy level هي gain quantum y، ايه علاقه x ب y؟
خلي بالك، هو نط من الليفل الاول للتاني، وطبعا دي مسافه كبيره. اما لما ينط من الرابع للخامس الفرق بينهم هيبقى قليل، فاكيد اكس هتبقى اكبر من واي، فعشان كده نختار الاجابه ايه، 32. When an electron jump from the first energy level to the second energy level, it will gain quantum x. While if an electron jump from the first برضو energy level to the third energy level, هياخد quantum y. فساعتها أكيد y هيبقى أكبر من x، نتيجة إن في اللحظة دي هيبقى y هو اللي مسافته أبعد، فبالتالي ياخد quantum أكبر. 33. The region of space around the nucleus with the great possibility of finding electron. طبعا ده تعريف الإلكترون كلاود. 34. بور اتوميك موديل از ديستنجويش فروم راذرفورد. بور فرقوه عن راذرفورد في حين الالكترون بيلف حوالين النيوكليوس ان بور اتوميك موديل ان ايه. طبعا بور قال ان الالكترون بتلف ان ديفينيت الاود انرجي ليفلز، وبالتالي سعادتك لازم تختار الاجابه بي هي الاجابه الصحيحه، لان بور قال ان الالكترونز بتلف في انرجي ليفلز محدده وهم عددهم 7 طبعا واتكلم عنها. 5. If an electron gain energy equal 10.2 EV، وطبعا دي انرجي كده من الهواء، بيقول لك الانرجي بتساوي 10.2، اتحول ساعتها الالكترون من انرجي كي ل ال، نط من كي ل ال. تو ترانسفير الالكترون فروم ام تو ال يحتاج قد ايه؟ لا بالراحه عليا بقى كده، ادي نيوكليس اهي وادي انرجي ليفل 2 3، ده الكي وده ال ال وده الام. بيقول لك هو عشان ينط من كي ل ال احتاج يجين 10.2، خلاص؟ عايز بقى هو ينط من M ل L. طبعا عشان ينط من M ل L هيبقى راجع، فهو مش هيجين، هو هيلوز، فالإجابة B ما تنفعش ودي ما تنفعش، لأنه هيلوز مش هيجين. طب هيلوز بقى نفس الكمية دي ولا كمية أقل؟ لا طبعا كمية أقل، نتيجة إن الجاب دي أقل من الجاب دي، فبالتالي لو حب إن هو في الليفل التالت ويرجع للليفل التاني هيلوز كمية أقل من الـ 10.2، فعشان كده ساعات تختار هيلوز انرجي ايكوال 1.89. طبعا هي 1.89 2.6 3.7 اي ارقام اقل من 10.2 تبقى رقم صحيح، نتيجه ان زي ما قلت لك الجاب هنا اهو اللي هينطها ويرجع بيها مش هتبقى زي قد الجاب دي اكيد، فاكيد الانرجي اللي هتبقى هنا هتبقى اقل من الانرجي اللي هنا. 36. بيقول حضرتك في 36 the modern atomic theory modified the adequacy in Bohr atomic model of A. بيقول حضرتك المودرن اتوميك ثيوري عدلوا الاخطاء بتاعه بور في، يعني ايه الخطا اللي كان عند بور وهم قدروا ان هم يعدلوا. اولا الالكترون هاز ا ويف بروبرتي اونلي، ذا الكترون از نيجاتيف ماتيريال بارتيكل اونلي، الالكترون اوربيت ذا نيوكليوس ان الكترون كلاود، الالكترون هاز ا دوال نيتشر. طبعا هم قدروا ان هم يعدلوا الخطا اللي كان عند بور. بور قال ان الالكترون يعتبر بارتيكل بس، انما في نفس الوقت هم قالوا ان هو عنده الدوال نيتشر، فالمودرن اتوميك ثيوري عدلوا الخطا بتاع بور اللي كان بيقول ان الالكترون از ا نيجاتيف بارتيكل اونلي، ده الخطا اللي كان عند عم بور، وبالتالي سعادتك لازم تختار بي هي الاجابه الصحيحه، ده اللي بور قاله، انما هم عدلوه بعد كده وقالوا ان هو طبعا عنده الديوال نيتشر. فالسؤال هنا بيقول حضرتك ان المودرن اتوميك ثيوري موديفايد ذا اديكواسي ان ذا بور اتوميك موديل اوف ايه، عدلوا الخطا بتاع بور في ايه؟ ان هو قال ان هو نيجاتيف تشارج بارتيكل فقط. 37. Each of hydrogen and helium atom contain one energy level. In the light of the previous statement, what is the following is correct? مين في دول يعتبر صح؟ They differ in the atomic emission spectrum. بصراحة مفيش أي أتوم بتطلع ألوان زي التانية، فبالتالي لازم هيختلفوا في الألوان، حتى لو هم عندهم one energy level، لكن ده عنده عدم إلكترون وده كمان عنده عدم إلكترون، فبالتالي مليون في المية هيبقوا مختلفين في الألوان بتاعتهم. 38. By applying the wave equation on the last electron of sodium. الالكترون بتاع السوديوم، طبعا السوديوم ب 11 الراجل حاططه لك، فتوزيعته اكيد هتبقى 281. بيقول لك لو انا هطبق الويف ايكويشن على اخر الكترون اللي موجود هنا، طبعا الويف ايكويشن بتقول ان الالكترون موجود في مساحه حوالين النيوكليوس، ما قالش ان هو في انرجي ليفل معينه، فبالتالي تعال نشوف الاجابات الصح هي انهي اجابه لو هنطبق الويف ايكويشن على اخر الكترون. فطبعا اتس بوسيبل تو ديتيرماين اتس بوزيشن اكيوريتلي، لا انا مش هعرف احسب مكانه بالظبط. It move nearer and farther from the nucleus level M. فعلا هو موجود حوالين level M، يعني في cloud كده في الحتة دي هتلاقي فيها الالكترون، ده اللي قاله الويف equation طبقا للالكترون cloud، فعشان كده نقدر نقول ان اجابة B هي ادق اجابة في سؤال 38. 39. To get visible spectrum of hydrogen atom of electron excited at the third energy level M must be. يقول حياتك لو عندك الالكترون من الهيدروجين
excited لل third energy level اللي هو M. وخلي بالك طبعا ان الهيدروجين لو ده النيوكليوس فدي عندها energy level 2، ودي يا سيدي التالت. بيقول لك ان الالكترون بقى هو طبعا في البدايه كان قاعد هنا صح، وهيطلع كل ده للليفل التالت. بيقول حضرتك بقى عشان يطلع لون مرئي، يطلع لون visible بالنسبه لحضرتك، لازم يعمل ايه؟ لازم يرجع للليفل التاني. فلما يلوز الكوانتم، مش هيلوز الكوانتم بقى كلها اللي هو خدها، هيلوز جزء منها عشان يرجع للليفل التاني، وساعتها هيبقى مرئي بالنسبه له. فالالكترون لوز انرجي less than the energy gain، فعلا الالكترون لازم هيلوز انرجي اقل من الانرجي اللي هو خدها. فعشان كده سعادتك تختار الاجابه ايه، هي الاجابه الصحيحه. سؤال 40، when electron is revolving in the stationary orbit، لما الالكترون بيلف في الجراوند ستيت بتاعه ايه اللي بيحصل؟ نو انرجي از ابسوربد اور ايميتد، طبعا لا بياخد طاقه ولا بيطلع طاقه من حد، هو بيلف في مكانه بدون اي مشاكل. بعد كده سؤال 41، if value of n كذا 1 describes the excited state of electron، لو ال n بتساوي كام، ده معناه ان الالكترون ده اكسايتد، لازم يكون مور ذان 1 لان ال n دي بتمثل energy level. فلو ال n اكبر من 1 ده معناه ان الالكترون قاعد في energy level عالي مش energy level قليل، وبالتالي تختار الاجابه بي هي الاجابه الصحيحه. 42، for a hydrogen atom if n equal 1، لو ال n بتساوي 1 يعني قاعد في ال energy level ايه الاول، then the energy state of electron is known that، طبعا ground state مليون في الميه لان هو قاعد في الليفل الاول. 53، when a hydrogen atom is in the lowest energy state its electron remain in، طبعا هو بيفضل في ال energy level الاولاني، وبالتالي نختار ال 1s orbital، وهتفهم ايه موضوع الاس للحصه اللي جايه على طول. 44، بيقول لحضرتك if which of the following choice shows the location and the charge of the proton in the atom، طبعا البروتونز هي حاجه انتوا عارفينها من زمان، هي موجوده جوه النيوكليوس وبتكون بوزيتيف، فبالنسبه للتشارج فهو تشارج بوزيتيف، فبالتالي الاجابه هنختارها يا سي يا دي. طيب present inside the nucleus، هو موجود جوه النيوكليوس، فعشان كده اللي بيتكلم على البروتون هيبقى بوزيتيف وموجود جوه النيوكليوس، فنختار الاجابه سي في سؤال 44. 45، region of space around the nucleus which has a great possibility of finding electron، طبعا ده الالكترون كلاود مليون في الميه، فبالتالي ساعات تختار الاجابه سي. 46، all of the following assumption are from Bohr atomic model except، كل الحاجات الاتيه من الافتراضات اللي افترضها بور ما عدا النيوكليوس is positive صح، electron energy increase far from the nucleus صح، position and speed cannot be determined accurately، لا هو الراجل قال ان احنا نقدر نحسبها، فطالما هنا بيقول ما نقدرش نحسبها فبالتالي يبقى دي اجابه هي الاجابه الصحيحه. 47، when an electron returned back from a higher energy level to its original level، لو هو راجع من ليفل عالي للليفل الاصلي بتاعه لازم هيلوز الكوانتم. 48، Bohr during experiment used a device which mined the spectral line called، طبعا سماه السبكتروسكوب، وده كان الجهاز اللي شاف منه الالوان. 49، Bohr explained that the spectrum of، طبعا بور قدر يفسر الالوان بتاعه الهيدروجين فقط. 55، according to Bohr atomic model as we go near to the nucleus، لما بنقرب للنيوكليس ايه اللي بيحصل؟ طبعا لما بنقرب للنيوكليس الجابس بتزيد والانرجي بتقل، ده عكس الكلام اللي احنا قلناه من شويه. بعد كده 51، when an electron absorb a quantum of energy it، لما الالكترون بياخد كوانتم ايه اللي بيحصل؟ طبعا هو بينط للليفل اللي يناسب الكوانتم بتاعه، فترانسفير تو اول هاي انرجي ليفل اكيد لا، ترانسفير تو انرجي ليفل كورسبوندنج تو ذا ابزوربد كوانتم، هي دي هتبقى الاجابه المنطقيه الصحيحه. وبكده نكون خلصنا اسئله التشوز. بعد كده عندك شويه اسئله ترو فولس عبيطه، وبعدين ساينتفك تيرمز، وبعدين اكتب اسم العالم، وبعدين توصل الحاجات دي، وبعدين جيف ساينتفك اكسبلانيشن، ده بالظبط عامل زي جيف ريزون زمان كده، زي ما كان بيقول لك زمان جيف ريزون بيقول لك جيف الساينتفك اكسبلانيشن، قول لنا السبب العلمي. وطبعا متجاوبين كلهم في البي دي اف عند حضراتكم. اول سؤال مثلا بيقول لك سبكترال لاين از اسينشال كاركترستيك فور ايتش اليمنت، ليه السبكترال لاين مميز لكل اليمنت؟ لان كل اليمنت عنده عدد من الالكترونز معين، فبالتالي بيتنطط بطريقه معينه، فبالتالي بيطلع الوان معينه طبقا لانرجيز معينه. فاول سؤال هتحله بالمنظر ده، وتاني سؤال بالمنظر ده، وتالت سؤال كمان بالمنظر ده، ورابع سؤال بالمنظر ده. بداية من سؤال رقم 5 عايزك تاخد بالك من حاجة، ان الراجل عايزك تفسر الكلام اللي مكتوب ده نظرا ان فيه كلام غلط مكتوب، فعايز افسر لك ايه الغلط اللي مكتوب. فهتلاقي حتى في موديل انسى كاتب لك ايه الحاجة الغلط اللي هو كتبها والصح بتاعها ايه. يعني مثلا بيقول لك the spectral line of sodium is similar to that of potassium، اكيد لا،
هو مش سيميلر، هو لازم يختلف نتيجة إن كل أتوم عندها أتوميك نمبر مختلف عن التاني، وبالتالي عدد الإلكترون مختلف عن التاني، وعشان كده طلع ألوان مختلفة. فهي كلمة سيميلر دي هي اللي كانت غريبة بالنسبة لنا، فطبعا السيميلر دي غلط. فتقول له بقى ليه هي غلط؟ ليه هي غلط؟ نتيجة إن أكيد كل أتوم عندها الإلكترونز بتاعتها والألوان بتاعتها. نفس الكلام بقى، وستة برضو بعض نفس الكلام، Atom of same element produce only one spectral line. لا، هو الاتوم ممكن يطلع كذا لون نتيجة ان هو بيتنطط من energy level ل energy level، هو مش بيطلع one spectral line، هو يطلع many spectral lines. وهكذا بقى تجاوب كل الأسئلة بالمنظر ده. وبكده نكون خلصنا مع بعض assignment رقم 2. أتمنى يكون الفيديو كان مفيد على حضراتكم. أقابلكم إن شاء الله بعد أسبوع بإذن الله تعالى، أنزل لحضراتكم الفيديو بتاع الواجب الثالث والرابع بإذن الله. أشوفكم على خير في فيديو جديد، إلى اللقاء. وبكده بقى نكون خلصنا الواجب الاول، والحمد لله رب العالمين. اهم حاجه تكون الناس فهمت كويس واستوعبت الاسئله بتاعتك كويس. اتمنى يكون الموضوع كان بسيط وسهل عليك. استعد بقى للكويز عشان ان شاء الله تخش الامتحان مظبوط وتجيب الدرجه المظبوطه، وان شاء الله باذن الله يبقى الموضوع سهل وبسيط عليكم. ولكن اهم حاجه تفكر في الاسئله كويس، استبعد الاجابات الغلط، وبعدين نقي احسن اجابه تكون موجوده قدام حضرتك طبقا للي انت ذاكرته وطبقا للي انت فاهمه من المنهج. اشوفكم على خير فيديو جديد، الى اللقاء.